الحقيقة نظريات في علم النفس يعني كثيرة لتفسير مفهوم العادة، وكل واحد ينظر للعادة من زاوية مختلفة، لكن هم في الأخير المفهوم واحد، بس الزاوية اللي ينظرون منها مختلفة. عشان أستطيع أوضح هذه النظريات وكيفية يعني كيفية تداخلاتها وكيف نظرت للموضوع، لو تأذن لي سأطلب منك طلب وبعدين نبدأ في التوضيح. جيد؟ أنا ولا أبو زياد؟ لا أنت لأنك قريب مني. طيب ماشي. جيد. هذه ورقة، تفضل. على ظهر الورقة دي، يعني هذه الورقة بيضة. إيه؟ معك قلم يكتب؟ معي. ممتاز، تفضل. لا تحرجني يا ابو عبد الله. لا ما نبغاش خطك، عارفين يعني كلنا مجملين. طيب ايش تبغى نكتب؟ اكتب اسمك لو سمحت باليد اللي انت متعود تكتبها. تمام. اسمك. حلو؟ كان الموضوع سهل؟ جدا. جدا سهل. ممكن تمسك القلم باليد الأخرى؟ تمام. اكتب اسمك. الله يهديك يا ابو عبد الله. ايش الموضوع؟ سهل؟ يا ابو عبد الله إحراج يا ابو عبد الله. يعني الاسم الثاني طالع بالسريانية، غريب كيف طالع بخط غريب يعني. طيب بس تقدر تكتب صح؟ اقدر. إياها ممتاز. ايش الفرق بين اثنين؟ ايش الفرق عشان نفهم النظريات الموجودة كلها؟ يعني هنا طبعا اكيد الدربة، وهذا معطي خط جميل. الاعتياد والدربة ولا كذا. في عندك الان اشياء. صحيح. اول شيء ان جهازك العصبي وجهازك الفيصلي وجهازك انظمه جسدك كلها متعوده انك تكتب بيد اليسار. صح. صحيح. فبالتالي اصبح بالنسبه لك بسلاسه ان تكتب باليسار. اذا اول شيء في جزء عندنا قد يكون جزء العلاقه بالجسد. صحيح. وتفضيلات الجسد. صحيح. هذا واحد. رقم اثنين كما قلت الدربه. صحيح. الدربه انك انت مدرب فتعودت لاكثر من مره، فصار عندك الدربه جعلتك تكتب بيد معينه اكثر. صحيح. النقطه الثالثه صار عندك معرفه ان انت الان وانت تتكلم لما كنت تكتب كان ايش تسوي؟ تسوي مقاومه، والله هذا بيكون صعب علي. صحيح. انت جالس ترسل لنفسك رسائل، اذا في عندنا عنصر من معرفي. صحيح. جيد. وفي ايضا وانت جالس تكتب في حاجه اخطر من هذا كله، كلمه اسمها التفضيل. عاداتنا هي انواع من انواع التفضيل. صحيح. لذلك انا لو اعطيتني الورقه الان رجعتها لي أنت تستطيع أن تكتب بغض النظر عن الخط أنه جيد. أنا مرة ترى خطي مجمل كذا. أنا مرة سألت واحد إيش قال لي؟ قال لي ترى الخط ما يقرأ والبقية حرفة، عشان أطلع لك مخرج يعني. فبالتالي الآن هنا عندنا ماذا؟ هنا يقرأ وهذا يقرأ. أيه. أليس كذلك؟ لكن هذا كان فيه سلاسة عليك. صحيح. وهذا كان فيه صعوبة. كل عادة ستتشكل عندنا في البداية تحتاج مننا إلى ماذا؟ تحتاج مننا إلى نضج، وتحتاج مننا إلى ممارسة ودربة ومجاهدة، مرة مرتين ثلاث أربع خمس، حتى ماذا يحصل؟ حتى يحصل عندي قدرة على التعود. ولذلك قبل أن نبدأ ننظر نظريات علم النفس نمسك في كلمة المجاهدة. هذه المجاهدة هي اللي تصنع عندنا عادات إيجابية أو عادات ماذا؟ سلبية. الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ماذا يقول في الآية 69؟ يضع لنا قاعدة مهمة جدا في تأصيل العادات. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. ثلاثة أشياء. الأمر الأول إن المطلوب مننا المجاهدة. صحيح. المجاهدة ماذا تعني؟ المصابرة، يعني مرة مرتين ثلاثة. المجاهدة ليس معناها الجهاد فقط، المجاهدة في كل شيء في حياتنا. أنا أجاهد نفسي عشان أروح أصلي، أنا أجاهد نفسي عشان أتعلم مهارة. صحيح. أنا أجاهد نفسي عشان أقرأ، أنا أتعلم في الدوام، في كل شيء في حياتنا. العنصر الثاني عندنا الآن إنه ترى قال لنهدينهم سبلنا، أي أن هناك معنى إنه كنا نضل. جيد. وبالتالي أن نجاهد في الله بمعنى أن نذهب نحو العادات الإيجابية. إذا معنى ذلك حتى يأتي عندنا الهداية. ثم قال بعد ذلك وإن الله مع المحسنين، معنى أنه أنت تحتاج تطور وتطور حتى تصل لمن؟ لأفضل أداء. من هنا سنذهب الآن للنظريات اللي عندنا. أول النظريات اللي بدأت تتحدث ببرورة بداية كانت تتحدث أنه الجانب عندنا اللي نتكلم عنه اسمها النظرية، بداية بدأت نظرية المعرفية تقول أنه كل العادات أصلا تتكون من خلال تصورات عند الإنسان. الإنسان يتصور سلوك معين، موقف معين، فيبدأ أن يقتنع بهذا الأسلوب فيتكون عنده اعتقاد. إذا بدأوا يركزون على الاعتقاد، هذا الاعتقاد الموجود عند الإنسان يجعله يمارس أمر معين وهو بقناعة به ويصبر على مجاهدة نفسه فيه حتى يمتلك فيه المهارة. هذه المدرسة المعرفية سيطرت كثيرا على جوانب التعليم لأنها تركز على فكرة أنه تتشكل عندنا كل شيء بعملية المعرفة. لكن هذه المدرسة ليست وحدة، هناك مدرسة أخرى تقول لا، هناك مدرسة نسميها المدرسة البنائية، يسمون البنائيين. لماذا؟ لأن يركزون أن عملية بناء المعرفة يتكون من خلال مجموعة من الأطر المعرفية، يتكون عندي من خلال سلسلة من المتواليات. تبدأ عندي أولا بفكرة، بعد ذلك أنا هذه الفكرة سأبدأ أبني عليها الآن عملية تحليل وتركيب وتقييم حتى أستطيع أمتلك الفكرة. ثم يأتي بعد ذلك عندنا شيء آخر، بدأ يتحدث عن مدرسة تسمى المدرسة السلوكية، يعني تركز أن عملية تكوين العادات يأتي من خلال عملية الآن الممارسة السلوكية مرة ومرتين وثلاث حتى أكتسب المعرفة. في
هذه الثلاثة النظريات لما ننظر لها سننظر أن كل واحد كأنه ينظر من زاوية، فإذا أضفنا لها النظرية الرابعة اللي تنظر أن لا 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 العادات كلها ترى جانب فيسيولوجي، أي بمعنى أن الجزء كل هذا عبارة عن أنت جسدك داخليا، هناك عندك الآن يعني منطقة خاصة في الدماغ كما قلنا قبل شوية، هذه المنطقة اسمها يعني نسميها نقول عنها العقد، هذه العقد القاعدية تقوم بعملية تكوين من؟ تكوين في هذه البويصلة نقوم بتكوين فيها العادات. إذا عندنا أربعة، كل معلم في صفه يبني عادات عند طلابه. كيف طيب؟ نحن عادة الآن نستخدم نظرية نقول فيها يجب أن يكون لدينا دائما في أي درس ثلاثة أشياء: معرفة، أهداف معرفية، أهداف وجدانية، أهداف مهارية. صحيح. هذه الثلاثة هي ما يصنع عند الطفل عندنا الآن بداية التعود. فعندما المدرس مثلا يشرح الآن الوضوء فسيقدم جزءا معرفيا صحيح حتى يستطيع أن يوضح كيف يتم الوضوء، ما هي شروطه، ما هي عاداته، ما هي صفته، ثم بعد ذلك سيبدأ بعد ذلك يغرس الجانب الوجداني حتى الطلاب يحبون الآن هذه العادة ويشعرون بها بأنها مهمة جدا في حياتهم لأنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى. ثم سيبدأ بعد ذلك بموضوع الدربة وهي الممارسة، فيبدأ الآن في الأهداف السلوكية لتخلي عندنا الآن عملية ممارسة ومهارة حتى تكون عندي المهارة. هذه الثلاثة المرتكزات بلوم تحدث عن الأول منها وهو المعرفة، ووضع لها مستويات نسميها مستويات تكوين العادة في بلوم اللي الجزء المعرفي. بلوم تحدث فقط عن المعرفة، يعني قائد حقها كلها بلوم، بس أول واحد المعرفي بلوم. بلوم ذكر أن المعرفة حتى تكون عندنا عادة ستبدأ بالمرحلة الأولى. أولا المرحلة الأولى مرحلة عندي الآن المعرفة، ثم بعد ذلك عندي مرحلة الفهم، ثم بعد ذلك مرحلة التحليل، ثم التركيب، ثم التقييم. بمعنى ذلك أني أبغى الطالب عندي لما يتعرف مثلا على الوضوء أن يعرف عندنا ما هو الوضوء، ما مفهوم الوضوء، ثم بعد ذلك يبدأ الآن يعرف الآن ما أهمية الوضوء، كي يحلل متى يكون الوضوء صحيح متى الوضوء غير صحيح، يبدأ الآن يقوم بممارسة فيصل مرحلة المعرفة. ثم بعد ذلك جاء عندنا واحد اسمه كونتينيال، كونتينيال يتحدث عن الجانب الوجداني في المهارة، وهو يتحدث يقول أن عندنا تبدأ أولا مرحلة عندي الاستقبال. يعني ايش الاستقبال؟ يعني معنى لما المدرس يكلم الطالب يقول له والله ترى في جانب الوضوء، اذا الطالب لم يستقبل منك ما حبك لن تبدا تكون عنده الانتباه. صحيح. فيبدا عندنا الاستقبال، ثم بعد ذلك الانتباه، ثم ياتي بعد ذلك عندنا عمليه الان الممارسه، ثم ياتي عندنا عمليه الان انه يصير عنده قدره على القيمه، يثمن فيتكون عندنا قيمه عنده حتى يشعر باهميتها. ثم ياتي اخر مستوى عندنا هو مستوى الممارسه، تكلم عنه سيمون وتكلمت عنه، يعني يتحدث عنه انه يقول بدايه يبدا بمرحله الان المهاره الاولى مرحله استجابة، ثم بعد ذلك الدربة، ثم يصير عندنا مرحلة التفنن. إذن أي عادة تصنع من خلال متواليات ثلاثة، كل نظريات علم النفس تتكلم عندنا ثلاثة أشياء: معرفة ووجدان ومهارة ودربة.